هذا سائل يسأل: هل أختي من الرضاعة يمكن مصافحتها وهل أنا لها محرم؟ نعم، لا بأس بمصافحتها وأنت محرم لها إذا كانت الرضاعة متوفرة فيها شروط التحريم، أن تكون الرضاعة في الحولين، تكون خمس مصات فأكثر، فإنها تصبح أختا لك من الرضاعة وأنت محرم لها وتصافحها مثل خواتك من النسب. نعم.